تصوّرت كمعارضة في المجلس لهذه الشركة اللي تحدثت؟ الشركة اللي تحدثت كنا صوتنا عليها في الماضي، وجاءوا اليوم تطلبوا منا التعديلات وحاول بعد التعديلات، ولو ان المناقشه ما كانتش كافيه باش نناقشوا بما فيه الكفايه لان ما عطاش الوقت الكافي. فعلا صوتنا باش ما نكونوش تنعرقلوا المشاريع التنمويه ديال الجهه، ولكن اللي ما تيبشرش بالخير ان هذه الشركه جوج المساهمين اللي فيها كبار والباقي غير عمرو بهم، بحال بلدية الأكادير مثلا اللي تتشوف شركة المحلية للنقل الحضري والتلمجيس الحضري ديال الأكادير يكون عنده 0.1%، يعني على 20,000 سهم تياخذ منا 20 سهم 0.1%، هادشي ما تيبشرش جاي بالخير. وما كاينش شركاء خارج المؤسسات اللي يمكن يعاونوهم بالخبر ديالهم وبالأموال ديالهم. كاين شركه تكونت بين مجموعه الجماعات ما كتهمهمش النقل الحضري، تسد الجماعات على القليعه ما تهمهاش النقل الحضري، وكاين البلديه دكادير اللي تيهمها داخله ب 0.1% كما قلت لك. اذا حنا صوتنا لهم، ولكن تنقول لهم حذاري، راه هادشي ما تيبشرش شي بالخير. وعطينا امثله ديال الدار البيضاء اللي داخل الفريق شركاء خارج مؤسسات بحال البنك الشعبي بحال عمران بحال الى غير ذلك، في حين ان هنا بقاو غير على المؤسسات ما عندهم. ما لا اظن انه غد الشركات التنميه المحليه غد تفيدنا بشي حاجه في المستقبل. شكرا، بارك الله.